السلام عليكم أبناء تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. درسنا لهذا اليوم من قراءة محفوظة الدبدوب والحاسوب صفحة 99. دبدوب والحاسوب. فكر دبدوب المحبوب، فكر في أمر الحاسوب، راح إلى مكتبة الغابة كي يعرف منها المطلوب، فتصفح في كل كتاب من مرسوم أو مكتوب، فتوصل للحل سريعا دبدوب الحلو الموهوب. لما أدرك إن العالم يبحث عن شيء مرغوب، عاد يحاول أن يتعلم كيف استعمال الحاسوب. نعيد المحفوظة. دبدوب والحاسوب. فكر دبدوب المحبوب، فكر في أمر الحاسوب، راح إلى مكتبة الغابة كي يعرف منها المطلوب، فتصفح في كل كتاب من مرسوم أو مكتوب، فتوصل للحل سريعا دبدوب الحلو الموهوب. لما أدرك إن العالم يبحث عن شيء مرغوب، عاد يحاول أن يتعلم كيف استعمال الحاسوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.